يمكن المطلوب منك المرة دي مش علاج، يمكن حق ضايع، حاجة تخص الراجل مثلا. ما هو مش في كل مرة الحالات هتبقى شبه بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا اللي افتكرت الموضوع سهل ووصلت العدل بسرعة. ما فيش حاجة في الدنيا دي سهلة أبدا، ما هي دار شقاء. عليكم السلام. عليكم السلام، ازيك يا بنتي؟ أنا سألت على عادل يا صابر، محدش يعرف عنه حاجة يجي من سنة كده. يعني طلع ميت فعلا؟ الغريب إنه محدش بيقول مات. أهو عادل ده اللي محجب أمه وكان بيعمل خير كتير قوي. معقول يكون مات ومحدش يعرف بموته ولا حتى يتعمل له عزا؟ يعني إيه يعني؟ يعني موضوع غريب وفي حاجة مش مفهومة. عندك حق، هو الموضوع غريب مش مفهوم، بس لازم أعرف. ولازم تعجل يا صابر.